السلام عليكم البنات، عواشركم مبروكين، رمضان مبارك سعيد. النهار الاولي في رمضان عندنا حنا، هانتوما البنات هانتوما معانا النهار الاولي في رمضان. شوفوا معانا شنو غادي نديرو، غنبداو بالحريرة البنات. شوفوا معانا كيفاش غادي نديرو، وعاونونا بلي زابوني، ديروا لنا ابوني كما تعاونوني في هذا رمضان نكمل لي زابوني ديالي، راه ما خاصنيش بزاف البنات. شوفوا الفيديوهات وديروا لي ابوني، عاونونا شويه. يلا البنات هانتوما شوفوا معانا هاد الاولي في رمضان. هاد الاولي ضروري نديرو الحريره باش تبقى لنا عاوده، ما كنطيبوهاش كل نهار، كنطيبوها نهار هي ونهار لا ولا يومين ولا. المهم تشوفوا معانا الحريره اشنو غادي نديرو. هانتوما معانا، حنا غادي نبداو. راني درت هنا البنات الكرافس والقزبور والمعدنوس، دقيتو غير رقيق ما طحنتو ما والو. ها شوفوها غير مدقوق ما طحنتوش، كتبقى الريحه ديالو زوينه. درت غير شويه شويه قزبور شويه معدنوس وشويه كرافس، صادقيتو عاد فكرت قلت عاد ندير فيديو. يلا هانتوما البنات هذا القزبور والمعدنوس والكرافس، حنا ماشي نديروه دابا هكا، غير قطعتو غير رقيق، قطعتو رقيق. شويه ديال البصله حتى هي مشلضه، هنشوفوا البنات البصله شلضتها. شويه ديال ما جبدتش اللحم، وجبرت عندي غير الكفته اللي راها مجبوده من الكونجيلاتور، جبرت الكفته ندير شويه الكفته تعطينا نسمه ديال اللحم. درت شويه الكفته، انا كندير البنات مطيشه ديال هذا كندير، كيديروها حتى كيبغيو يطلقوا الطحين، انا كنديرها مع اللحم ومع هذيك الطيب باش ما كتبقاش فيها هذيك الحموضيه البنات، الا درتوها في التالي كتجي حامضه. دير مطيشه كونوا على حسب المقياس، دابا كل واحد وشحال بغا يدير الحريره. وهنا درت البنات معلقه ديال البزار الكحل، نص معلقه ديال السكينجبير، والملح على حسب القياس ديالنا هيا فاين مكتبانش حيت الطبس البيض، شويه الزعفران، وواحد نص ضامه ديال البنه، غير نص ما درتهاش كلها، نص حتى للتالي عاد نديرو. دابا هادو نديرهم هكا، وشويه ديال زيت البديهه، نتوما تشوفوا معايا شحال غادي نعبر. ندير هادي دابا معلقه جوج معلقات، ثلاثه د المعلقات درت ديال الزيت البلديه البنات، ما درتش بزاف. دابا هادشي غادي ندير له الماء ونرد هادشي، بعدا يطيب هاد اللحم وهاد البصله والربيع وبلاتي عاد ندوزو، حيت انا الحمصه البنات كنقشرو. ها شوفوا كنقشرو دغيا كيطيب بلاتي. تشوفوا معايا عاود الخطوه الثانيه ديال الحمص، ما كنديروش انا مع الربيع ومع البصله واللحم، كندير هادشي يطيب بوحدو. انا ماشي ندير دابا البنات الماء ورده طيب، وهانتوما معانا نرجعوا عاود نكملوا. ودابا البنات انا هذا القياس ديال الماء اللي درتها، شوفوها حيت كل واحد شحال كيبغي يدير. انا دابا بحال دابا ماشي ندير القياس الحريره ديال يومين، ما نطيبش الا طيبت هاد النهار ما نطيبش عاود غدا، هذا كل واحد والقياس ديالو. دابا انا هاد القياس ديال الماء اللي درت، وغادي نشد على هاد البصله والربيع وداك شويه ديال اللحم يطيبوا، وديك الساعات عاد نحلها وندير الحمص وشويه ديال العدس، لان الحمص دغيا كيطيب. ودابا البنات شديت على ديك البصله وديك الربيع وداك اللحم طاب، دابا انا خليته طاب، دابا ماشي ندير الحمص حيت دغيا كيطيب. ها هو شويه ديال العدس، شويه ديال المحمصه، كتكون محمصه ولا ديك الشعريه رقيقه ولا. وعاد ندير الطحين، ها هو الطحين عندي هنا مطلوق البنات، وغير كندير الطحين. هانتوما تشوفوا معايا في التالي راه عندي هنا شويه ديال الربيع مدقوق القزبر، غير القزبر بوحديتو. دابا غتشوفوا معايا ماشي ندير ها شويه الحمص. دابا كنت درت قبيله البنات كوكوط كبيره، دابا رديتها غير في الصغيره باش ما نطلقش بزاف الحريره. ها الصغيره بركه علينا، تشرب فيها غير يومين بركه، كتبقى بزاف عاود كتولي شكل. دابا غادي ندير غير فهاد الصغيره هادي، انا شنو ندير الكاس الحمص، هاك الحمص دغيا كيطيب البنات. انا درت هاد الحمص هكا، غادي ندير معاه عاود عدس، هو هذا العدس، ندير شويه العدس، انا كندير فيها العدس البنات باش كتجي حريره كلشي فيها. دابا غادي نخلي هادشي يغلي واحد شويه، ما يطيبش واحد 10 دقائق هكاك، وعاد عاود نرجعو باش نطلق فرينه تشوفوا كيفاش نديرها.
البنات راني درت الحمص، هانتوما شفتو راه درت واحده الكنز مينوت هكاك غلا، ما شديتش عليه الكوكوط، خليته غلا واحد الكنز مينوت هو ولحس واحد 15 مينوت هكاك. دابا ماشي ندير هذا الطحين اللي طلقت، الطحين هكا دابا كل واحد والقيس اللي كيبغي، كان اللي كيبغى البنات الحريره شويه تكون قاصحه، كانت كيبغيها جاريه. دابا انا باش نطلق ونشوف شوفها نزيد لها شويه ديالها حيت قاصحه شويه البنات. جوني على يدي غنطلق لك دابا هكا البنات، غنزيد عاود شويه ديال العطارينه معاها تلقى في الماء على حسب القياس، كانت كيبغي البنات الحريره قاصحه كانت كيبغيها خفيفه، انا ماشي نخليها على هذا الشكل هكا. مقاصحاش بزاف، عاد نزيد فيها عاود محمصه وتزيد تغلي، مازال تزيد تقصح شويه على هذا الشيء اللي كتشوفوها. دابا باش نديرها امين طان ندير لها المحمصه، هاد شويه ديال المحمصه نديروها، حتى هاد المحمصه راه كتزيد تقصحها البنات، ولا الشعريه ولا كتزيد الحريره كتقصح. دابا هي هكذا ماشي نخليها تقصح وعاود نرجعو عاود تشوفو معايا، عاود نخليها دابا كتغلي، غنخليها تغلي. دابا البنات صافي هي راني خليتها تكون، خليتها واحد ربع ساعه كتغلي هكا فرينه وهي كتغلي البنات، وهي انا كنحيد لها هاد الرغوه. ها شوفوا هادشي حيدت منها ديك الرغوه، هي كتغلي ديك الرغوه اللي كطلع كنحيدها. دابا صافي راه ولات ما بقاتش فيها ديك الرغوه، ما كتعجبنيش تبقى فيها ديك الرغوه بيضاء. ودابا في التالي ديالها غير على حال نطفي عليها، كندير شويه القزبر ندقوق مزيان ما نطحونش، انا غير كطحنو كيرد هذاك الماء كيردها كحلا، كتولي الحريره ما كتبقاش حمراء، غير باش يعطيها الريحه غير قطعتو غير رقيق شويه ندقوق شويه، دقيتو غير شويه ماشي بزاف باش ما يطلقش الماء، ونديرو باش يدير الريحه البنات. ها انا غير كتكون القزبر مطحون ولا كيطلق الماء كتجي الحريره كحلا. ودابا البنات صافي ها هو التالي ديال الفيديو، التالي ديال الحريره، مازال تشوفوا معنا التالي ديال الفيديو، وما تنساو ما تنساوناش اللايك البنات، يلا يلا عاونونا راه حنا على حال نوصلوا لي زابوني اللي عاطينا اليوتيوب، عاونونا باش نكملوا لي زابوني ديالنا هاد رمضان مع الحريره مع حنايا. دابا الحريره صافي، دابا البنات غنطفي عليها، غنطفي على الحريره وبلاتي هانتوما تكملوا تشوفوا معنا التالي ديال الفيديو. دابا راها طايبه صافي، انا نطفي عليها. دابا البنات هذا هو الفطور ديالنا، هتشوفوا الحريره لفان ديال الحريره ها هي، احنا مازال ما دقناها البنات، ها هي الحريره دابا اللي درت معاكم، درنا الحريره النهار الاول انا ما درتش بزاف. وهذا الفطور ديالنا البنات، ماشي هناكم الدراري كيبغيو الشلاضه كيبغيو الطاكوس كيبغيو داك التخربيق، حنا كنشربوا الحريره. ودابا البنات سمحوا لنا الا شهيناكم، هذا الفطور ديالنا هذا النهار الاول، نهار الاول د رمضان البنات. ايوا كل واحد في رمضان كيدير داكشي اللي كياكل. يا الله والبنات بالسلامة عليكم، الله يهنيكم وتفطروا في الصحة والراحة، والفيديو المقبل إن شاء الله وتصوموا بالهنا والسلامة إن شاء الله. يا الله بالسلامة عليكم، الله يهنيكم.